وقف في الطريق خاصك عزبين عزبين سير دغري دير شي ركب مع واحد ميبانش احتراما صافي ميبانش يعني مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في البث المباشر مباشره من مدينه الجديده في هذه اللحظات كما كتشوفوا معنا هذا الشاب هذا والخال ديالو اللي مختل عقلي اللي كيعارض المره وبغاو يشدوه المستشفى لامراض العقليه. اليوم معنا واحد دقيقه اخويا مهدي. اليوم معنا السيد اللي كيجيه اللي غادي يعاود لنا التفاصيل ديالو وكيفاش هذا السيد هذا ولا هكا. السلام عليكم خويا مهدي تحياتي. الله يحفظك مهدي خويا. اول سؤال غنسولو لك هو كيفاش عرفتي ان الخال ديالك يعني ولا يعني مختل عقلي ورغم ذلك ما بغاوش يشدوا المستشفى الامراض العقليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا خويا مهدي. كنشكر تحيه كبيره لصراحه لشوف تي في هي اللي دخلات على هاد الواقع ديال الدار. كما كتشوفوا معنا هو الخال ديالي كتجي صدمه من العام للعام. سو دائما كتجي صدمه من العام للعام خاصو يتلقى العلاج ديالو في يومين او ثلاث ايام من السبيطار ديال محمد الخامس بمدينه عندك الجديده. عندك ركب شو المعاناه ديال السيد مع الخال ديالو. هذه هي المعاناه يوميا دابا هو شو طوبيس مكفو. لا شوف 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 ما تخصصش الهضره اخويا ما تخصصش الهضره. سيد مريض سيد شوف شوف سيد مريض ما تخصصش الهضره. شوف مريض الله يعمر هذا لا لا هانتوما غادي يركب ليا مع شي واحد اخر. الله يحفظك اخوان. الله يحفظك الله يحفظك خويا مهدي اسمح لي بالزربه. مرحبا مرحبا كاين الاخوان كما كتشوفوا معنا هذه هي الحاله اللي انني بارطاجيتها في اللايف ديالي على قناه بروف مهدي الخواشي. سمحوا لنا خرجت على الدومين ديال اللغه الانجليزيه انا عارف هادشي ولكن بغيت نوصل هاد الحاله اللي كتوقع دابا. الى مات من المسؤول؟ عطيني خويا الكوريقاش. الى مات من المسؤول؟ لا عليا انا هو انني مشيت مع ناس وجبنا ورقه من السيد القائد التي ضربت عرض الحائط من طرف المستشفى الاقليمي لمحمد الخامس للامراض النفسيه والعقليه. اوكي سو شنو هو غادي نديرو في هذه الحاله الاخوان؟ واش انا عندي الحق غادي نديه غادي نسد عليه وغادي نخليه زعما صافي وغادي نمشي الناس الى حرق راسه ولا دار شي كارثه؟ شنو هو الحل؟ خويا مهدي شنو هو الحل في هذه اللقطه؟ يعني مشيتي على المستشفى عطيتهم الاوراق ديالو ان هذا السيد هذا راني شهاده البكالوريا رغم خاصهم يعرفوا الناس القضيه راه هذا السيد راني شهاده البكالوريا في احد شحال تقريبا من سنه دابا. هي اخوان جاش بالمناسبه وحنا دابا حدا لافاك العلوم والكليه الاداب والعلوم الانسانيه ابو شعيب الدكالي بمدينه الجديده. هو مرض ومشى لان ملي كيمرض هو صراحه قاري بزاف كيبقى يدو معاك بالشعر كذا هادي يجيك زوين. سو مشى بقى عليهم حتى جاب بكالوريا وزاره التربيه والتعليم في سنه 89. شاد بكالوريا في 89. هذه رساله كيفاش كانت البكالوريا ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم في سنه 89 هاي الباك الاصلي. سو هذا الحامل ديال هذه البكالوريا هو هذا السيد هذا ومازال عنده اجازه وكيتقن اربعه ديال اللغات الالمانيه اللغه الانجليزيه الفرنسيه كما شفتوا معايا في اللايف ديالي غادي وكيدوي بها هي والالمانيه واللغه العربيه بطلاقه ما كيهضرش غير بالدارجه فقط. هاد السبيطار علاش ما بغاش يشدو؟ كاين الخلل علاش ما بغاش يشد السيد هذا ويكون واحد الطرف من الاطراف اللي عندهم دابا تما. سؤالك تبارك الله عليك خويا مهدي. السؤال السبب والحل اسمحوا لي ماشي الحل الجواب الرئيسي لهذا السؤال علاش السبيطار ما شدوش هو رداد قالوا لينا او الدار كاينه غير 20 بلاصه ما يمكنش لينا نزيدوا واحد فوق من 20. الا زدناه كيقولوا لينا الناس المسؤولين اللي فوق منا الا زدتي شي واحد راك انت مسؤول عليه يعني كيخلعوهم.
سو كيضطروا انهم يقول لك اسمح لي سير اخويا المندوبيه ولا سير خاصو يجيبوا لي الناس ديال الشرطه اوكي باش غادي يلقطوه. سو الاخوان كما كتشوفوا معايا فين المطر والمطر غيدوز منا دابا هو غيدوز دابا راه المعاناه كيعيشها الدري هذا مشاهدينا ومتبعين شوف تيفان عاوتاني مشي يهودوا من واحد مول الموطور لا اله الا الله وحق الله هانت كما كتشوفوا على المباشر يا مشاهدينا ومتبعين شوف تيفي راه هو مشي يهودوا من واحد مول الموطور عاوتاني راه الصراحه الدري هذا كيعيش في واحد في واحد الماساه والخيال ديالو اللي مبغاوش يشدوه مستشفى محمد الخامس للامراض العقليه والنفسانيه حشومه وعيب وعار هاد السيد هذا غيبقى في هاد المحنه هادي رغم ان الخال ديالو عنده شهاده البكالوريا راك سمعت واش من سنه راه السيد هذا راه كيعاني بزاف وبزاف يعني ما فهمناش هاد السيد تالاش غيبقى يعاني هاد السيد تالاش غيبقى يتزاد عليه الحال بحال هكا راه حشومه وعيب وعار يعني راه كما كتشوفوا على المباشر شنو المعاناه اللي كيعاني معاه هاد السيد هذا يعني ما غنحاولوش نبينوا السيد يعني ما غنحاولوش نبينو. السلام عليكم سيدي. اوكي كما كتشوفوا معنا الاخوان هذه هي الحاله ديال رداد البوقي من بعد ما خرج البكالوريا ديالو ها هي حيدناها ليه باش ما يود راه ما والو مشى وتفكر الذكريات ديالو القديمه مع الناس اللي كان كيقرا معاهم والمستوى الدراسي ديالو والاساتذه ديالو ومشى وجبد البكالوريا ديالو الاخوان واش كيف يعقل ان هاد البكالوريا في 89 شو كيفاش كانش واضطر انه يمشي يجبدها والا راه تذكر الايامات الدراسيه ديالو ومشى وبكل ثقه بنفس وحلاوه لسان مشى وخرجها. اذا السيد مريض ولكن يقدر يقنع واحد عاقل. السيد مريض ولكن تبارك الله كيهضر بواحد الاداب وبواحد الشعر وواحد الثقه بالنفس لان الا كان هنا في الشارع يقدر يدير واحد اوتو ستوب ولا شي حاجه غادي يقدر يدي شي واحد لشي بلاصه بحال واحد السنه اللي مشى حتى للعيون الاخوان ومشى جابوا الاخ ديالي جزاه الله خيرا سو خويا حسن. واليوم الاخوان اضطرينا اننا نخرجوا على قناه الشعب باش اننا نقولوا نوصلوا الرساله ديالنا بعد ما درنا اللايف وسط مستشفى محمد الخامس للامراض النفسيه والعقليه من بعد ما رفضونا بجواب انه فقط يوجد 20 مكان لهذه المرضى. اش غادي نقولوا في هذه الحاله على الناس اللي كيمرضوا الناس من غير هذا السيد هذا لعله اكزومبل الاخوان على بزاف ديال الناس اللي ضايعين. انت اللي غتبقى تعاني بحال هكا وتشنو الطلب ديالك من وزاره الصحه؟ هاد الميساج خاصو يوصل لوزارة الصحة باش يعرفوا هاد الأسباب هادو اللي واقعين في مستشفى محمد الخامس للأمراض العقلية والنفسانية اللي بغاو يشدوا شخص واحد اللي غيدمر حياته في دقيقة واحدة الله يستر ضربوا شي طروبيل يقدر يتعرض شي طروبيل ضربه يقدر الله يستر توقع عليه أي حاجة راه حشومة. الميساج ديالي اللي بغيت نوصل هو أن أولا رداد خالي مبغيتش ندوزو خاصو ضروري يدخل يتلقى العلاج ديالو إن شاء الله غادي نوريه لكم كيفاش غادي يولي ولكن الميساج الاكبر الاخوان واللي وريته لكم في مستشفى محمد الخامس خاصه المدينه الجديده وعامه على المغرب كامل خاصنا نوصلوا ميساج ديال الانسانيه والرحمه الاخوان وماشي غير هذا الشيء خاص وزاره الصحه خاصه تدخل فورا ودير واحد الملجا لهاد الناس اللي كيعيشوا في الزنقه كاملين. هذا فقط مثال بزاف كون اكيد الاخوان سوا كتشي بنت او دري او دريه غادي واحد النهار يطرى لك نفس المشكل وغادي تمشي لهذا بحال هذا المستشفى وغادي تسمع نفس الجواب وما غتلقاش العلاج. اذا هذه قضيه كتهمني وتهمك وتهمك انت وتهمنا جميعا كمغاربه نحن مغاربه احرار. الاخوان دائما كنقولوا عاش الملك وسنبقى تحت هذه الكلمه عاش الملك ولكن سقط الفاسدون. اخوان راه انت مسؤول الا كنتي مسؤول في شي بوزيسيون خاصك تحاول تقول البوزيسيون ديالك. رحم الله عبدا عمل عملا فاشقناه. الاخوان خاصكم تفكروا بهذا المنطق وحاول تغير نفسك للافضل. لا يغير الله ما بنفس حتى يغيروا ما بانفسهم. ما تسناش تقول لي حقا كيعطيونا في صالير كذا النوض انا مالي كذا. هذاك النهار الاخوان دخلت المستشفى الاقليمي محمد السادس المستعجلات هادشي ما خاصوش يتقال لانني كيضرني في خاطري
عرفتي شنو هو خويا مهدي؟ وطواليش اصاحبي، وطواليش اصاحبي، ما حشومه وزاره الصحه حشومه، راه مريض. الا دخل دابا مريض ماشي لنشم، راه غيزيد مريض غيزيد يموت. ولا دخل واحد صحيح وغادي يزيد يموت. كيف يعقل الاخوان شي حاجه بسيطه؟ وعاوتاني بغيت نوصل واحد الميساج للمسؤولين الخدامين حتى هذيك القضيه ديال طواليش عامره ما مسيقه ما والو، وعايش وساكت. هو غيعطيلك. حاول انك انت او انت تغير هذاك المحيط اللي حداك. لو جا كل واحد يغير غير هذاك الشيء اللي حداه، عرف شي راه غنتغيروا كاملين. ماشي تقول لي لا راه من الفوق او كذا، نو غير شي حاجه. الا شفتي شي واحد مسطي كتقول انت عقلك اللاواعي ديالك يقول لك مسطي، ولكن هو راه ما مسطيش بل عاقل. وحنا هما المسطين الاخوان، لان تفقدت فينا الرحمه والانسانيه، ولينا كنشوفوا غير حدا بعضياتنا، ما كنشوفوش الحياه من الفوق الاخوان. راه واحد النهار غادي نموشوا، وإلا مشينا تدزنا بحال هاد الناس هادو راه حنا اللي غادي نتحاسبوا. اسمع مزيان اخوان، الموت راه جايه. الوغ حاول يا اما تمشي في طريق صحيح، طريق الخير، طريق الجنه، ولا راه غتمشي في طريق اخرى، راه عارف راسك فين غتكون. ودائما ساقول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. من مورا الموت ما الدار، الدار جنة إذا عملت بما يرضي الإله، وإن قصرت فالنار. هما بابان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. شنا هو باغي؟ أحد نهار غادي تلقى راسك في قبرك تكون أكيد سوى غني سوى ضعيف سوى فقير سوى أي حاجة، ولكن أشنو درتي هنا؟ واش درتي شي حوايج زوينة تقدر تنقدك وديك الجنة، ولا درتي شي حوايج خايبة؟ والعياذ بالله. نتوما فاهمين يعني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كما شاهدتوا معنا على باب الوضوح، كنتمناو من وزاره الصحه انها تدخل في هذا الامر في اقرب وقت ممكن. يعني هذا السيد هذا الله يستر قدر تلقى لي طوموبيل، قدر تلقى لي موطور، قدر يضرب شي واحد الله يستر. يعني الكل معرض في خاطر هنا، وشكون المضر الاكثر؟ هو هذا السيد هذا اللي كيجي كنطلبوا شي يعني شي بلاصه لهذا السيد هذا غير يتعالج يولي غير بخير، لا غير. هاد السيد ما باغي حتى حاجه الا بلاصه في المستشفى ديال محمد الخامس للامراض العقليه والنفسانيه، انه يقبل على هاد السيد هذا. الكلمه الاخيره ديالك اخويا. الكلمه الاخيره ديالي اليوم، انا واقف على واحد الحق، وحنا كلنا عرفنا في هاد لاج الحق يؤخذ ولا يعطى، ولكن الواجب خاصك ديرو، والحق ما عرفتش. ولكن اليوم انا واقف على هاد السيد هذا باش ندخلو المستشفى والدواء، وان شاء الله غادي الدواء. ولكن ماشي هي القضيه، هي هذه القضيه، هي قضيه عامه، قضيه راي عام. اخوان الى واحد النهار انت او انت او باك او خوك او اي واحد طرا ليه شي فيزيبل في الكوغنيتيف سيستم، شنو هو ذا الكوغنيتيف سيستم؟ والجهاز العصبي والنظام ديال دماغه، دي مانشو سيكنس، عرف راسك او عرف راس هذاك السيد راه غادي يبات في الشارع وما غاديش تلقى العلاج، وبدون جدوى غتمشي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، الرابع، الخامس، غادي يضر لك راسك، السادس صافي غتفقد الامل، وبقاش غادي الحياه في الهاويه الاخوان في المغرب. لا 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 شوف خليه خليه فين، خليه شوف لا ما غاديش تبان، ولكن يمكن لك الدوي. هو غيعطيك هو غيعطيك صافي واخا واخا الدوي يمكن لك الدوي، ولكن ما تبانش. واش راه زدت لي الساكادو ديالي؟ اخوان كنوصل هذا الميساج وكنحمل كامل المسؤوليه. وزاره الصحه فين هي التغطيه الصحيه؟ التغطيه الصحيه فين هي؟ انتم كتشوفوا هو مأدي براسه للخطر. شوف معايا اللقطه انه موقف المارة، موقف المارة، وزياده على ذلك بزاف الاخوان. يعني مشاهدينا ومتابعين شفتي فيك كما تبعتوا معنا على المباشر، وكتشوفوا يعني هذا السيد هذا اللي معاني هو والخال ديالو. والكلمه الاولى والاخيره اللي غادي نقول لكم هي هذا السيد هذا خاصه ضروري من العلاج، انه يدخل المستشفى محمد الخامس، خاصه يدخل المستشفى محمد الخامس في اقرب وقت ممكن. وبهذا مشاهدي متابعي شيف تيفي، قرار كيبقى لوزارة الصحة، ونتلاقى معكم في بث مباشر آخر في أمان الله. إلى اللقاء.